بابي انت ليه ما بتاكلش؟ هاكل يا حبيبي، بعد ما ناكل هنروح مشوار مع بعض. هنروح لمامي؟ مش انا قلت لك مامي مسافره؟ سافرت وانت نايمه وما رضيناش نصحيك. كام يوم وهشوف اذا كنت تروحي لها تقعدي معاها ولا تفضلي معايا انا. نروح نغسل ايدينا بقى عشان نخرج. التحليل ده يطلع امتى؟ اديني كام يوم كده وانا اقول لك النتيجه. بس انا وجهه نظري البنت ما ينفعش تعيش معاك اليومين دول. اعرف النتيجه الاول وبعدين اقرر. حبيبي انا ما بتكلمش على كده، انا بس بقول ان وجود البنت معاك وانت في الحاله دي مش كويس عليك ولا عليها، علشان كده انا هاخدها معايا البيت لحد ما نتاكد، بس نعرف ان هي من دمنا ولا مش من دمنا، وساعتها نفكر هنعمل ايه. وتقول ايه لمراتك؟ اكيد هتعرف اني في انفصال، لكن تاكد الكلام اللي انت قلته لي هيفضل سر بينا طول العمر. وزا التحليل قال انها مش بنتي. يا اخي ما تسبقش الاحداث. انت متاكد؟ طبعا متاكد، دي تحاليل يا نديم. يعني لوجي بنتي من دمك ولحمك. مفيد. اتجننت حبيبي؟ انت اخويا، يعني لو في اي شك من التحليل ده ان ايه هقول لك فورا. ايه معقول يعني هننسب لنفسنا واحده مش مدمنه؟ طب انا عايزها ترجع البيت. مالها يا حبيبي؟ اجيبها لك النهارده بالليل، بس لازم نفكر في سيناريو تاني غير سيناريو سفر مامتها. البنت مش مقتنعه. اشوف.